المدرب الأسطوري جوارديولا، بيب جوارديولا المدرب الفني لنادي مانشستر سيتي، بيواصل زيارته السياحية لمصر. الزيارة دي بتعتبر زيارة خاصة جدا لهذا المدرب الأسباني ذائع الصيت. طبعا دي جاية بعد موسم، الحقيقة تقدر تعتبره كده موسم تاريخي، لأنه هو حقق في كرة القدم الحقيقة ما لم يحققه إلا قليلين، وخصوصا بعد ما فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكاس إنجلترا، حاجة عظمة يعني. خد بقى كل ده كوم. طيب جه جوارديولا على جمهورية مصر العربية هو وعيلته، وراح يزور منطقة الأهرامات بقى كلها، البلاتو كله، الهضبة بتاعت الأهرامات، لا مش هضبة الأهرام، العمارات والبيوت، الهضبة كلها يعني، المنطقة بالمقابر اللي فيها بأبو الهول، حاجات جميلة جدا. راح هو وعيلته وشوف استقبال الناس العادية لجوارديولا اللي شافه وعرف ده جوارديولا. الناس كلها الحقيقة كانت في حالة احتفاء حقيقي بهذا الرجل وترحيب حقيقي بهذا الرجل، نتيجة زي ما بقولك كده الناس بتحبه، الناس كلها بتحب الرياضة، بتحب كرة القدم تحديدا، بس هم بيحبوا الرجل ده. وتم إهدائه قطعة فنية عبارة عن ريبليكا، أي نسخة معمولة وكأنها طبق الأصل لقناع الملك توت عنخ آمون، وده هدية مننا احتفاء بزيارته لمصر. يطلع بقى من الهرم، ونهاردة الصبح وصل على الأقصر، بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح. أهلا بكابتن جوارديولا. وصل طبعا بالطيارة، بدأ برضه هو وعيلته يزوروا بقى المعابد بتاعتنا في الأقصر، والأقصر أصلا عبارة عن منطقة أثرية مفتوحة عظيمة، هي الأغنى والأثرى على مستوى العالم من حيث الحجم الأثري، وأيضا لأنه مفتوح. بكرة بإذن الله جوارديولا ياخد بعضه ويطلع بقى على المعابد بتاعت البر الغربي ووادي الملوك، ويروح الجرنة، وبعد كده ياخد بعضه يطلع على أسوان في الرحلة النيلية الساحرة. حاجة أنا عايز أعرف تفاصيل بقى وقصص وحكايات حول هذه الزيارة. معانا على التليفون الأستاذ محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر ومدير هذه الرحلة مع جوارديولا. الأول أهلا وسهلا وكل سنة وأنت طيب. طيب يا استاذ يوسف، يا دكتور يوسف، كل سنه وحضرتك طيب. ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ كله تمام، الله يخليك يا دكتور. نقول بقى ايه، هو اللي يا بخته ولا احنا اللي يا بختنا ولا ايه؟ هو اللي يا بخته برضه، بس احنا يا بختنا ان هو نورنا. هو اللي بخته لانه انا كان عندي الحقيقه سؤال مهم جدا. اولا احنا في الصيف، فانا لما جاء بدا يرتب معانا الزياره كان عندي سؤال مهم، بس كنت يعني من باب الكيوريوسيتي او حب الصعب اساله له. أيوه. ليه مصر يعني؟ ليه مصر في الحر ده؟ فقال لي اجابه الحقيقه، قال لي انا ما اقدرش اجيب ولادي الا في بلد مستقره. الكلمة دي كانت يعني اتس انف بالنسبة لي، كفاية انه الاستقرار هو اللي جاب الراجل ده هنا. ده الامر الاول. الامر الثاني يا استاذ يوسف هو ان انا فوجئت بكم المعلومات، لان هو كان عامل هذه الرحلة يعني مترتبة انه كان وعد اسرته انه في حالة حصوله على بطولة اوروبا انه هيوديهم مصر بناء على طلبهم. رقم ثلاثة، المعرفة الشديدة بكم الآثار المصرية اللي بيعرضوها أولاده، هو عنده بنتين وولد، حاجة عارفين كل حاجة عن مصر. الحاجة الرابعة والأهم، المردود اللي عملته الاحتفالية اللي أحضرها السيد الرئيس في الأقصر يوم 25 نوفمبر العام قبل الماضي لطريق الكباش، من أحد أسباب الزيارة بتاعته إني عايز يتمشى النهاردة على طريق الكباش، وده اللي عملناه النهاردة بالليل لما زار معبد الأقصر وتمشى طريق الكباش الأشهر والأقدم في العالم. يا عيني يا عيني، فده كله ده اللي هو اللي يعني هو مبهور بهذا الامر، مبهور بمصر قوي، وعنده معلومات، ولاده عندهم معلومات كثيره جدا عن الحضاره المصريه. بكره عاملين له رحله بالون عشان يكتشف البانوراما الرائعه لمعبد حتشبسوت ورمسيوم وهابو، ثم هيروح يزور وادي الملوك، مقبره توت عنخ امون، ووادي الملكات معبد حتشبسوت، ثم تبحر المركب الرحله طويله، لانه هيزور اسنا وادفو وكومومبو واسوان وابو سمبل، لسه قدامه خمس ايام. يا سلام. في الاقصر
ما هيش رحلة خاطفة يعني، لكن كلمة السر فيها هي الاستقرار. أنا جاي بلد مستقر، أنا مش هودي بلادي ولادي غير مكان مستقر. ده الحقيقة السؤال اللي أنا سألته، إيش معني مصر؟ فقال أنا يعني مش أو نظر تيك باي فابي تو أن سيف بليس، مكان غير آمن مش حاضر أخد فيه ولادي. فده أنا حسيت إن أنا فخور جدا إنه مصر فعلا بقت سمعتها كده، فخور جدا بالاستقرار. مفيش سياحة من غير سياسة مستقرة، ومفيش سياحة من غير استقرار يا أستاذ يوسف، وده كلمة السر في موسم سياحي رائع. خلينا أقول لحضرتك إن 23 إن شاء الله صناعة السياحة ستلامس 18 مليار دولار بأريحية شديدة جدا بإذن الله. بنهاية 23؟ يعني 23 نعمل 13 مليار دولار، كويس جدا جدا، ونوصل لرقم مهم جدا ان شاء الله، وهو من 14 ونص ل 15 مليون سائح باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يبعت. اهم حاجه بقى ايه؟ برضه نطمن عليه كده لما يطلع اسوان ويتفسح هناك ويروح جزيره النباتات ويهيص ان شاء الله. باذن الله باذن الله. النبي يسلم لي عليه، يقول له في موزيوم مصر بيسلم عليه. يا فندم ده حاضر. ربنا يخليك. اشكرك يا محمد بيه. ربنا يخليك. الاستاذ محمد عثمان رئيس لجنه التسويق السياحه الثقافيه في الاقصر ومدير رحله المدرب بيب جوارديولا في الاقصر واسوان.